الرئيس كلمه اياميها الرئيس محمد مرسي، قال له لا مش هنعمل الـ اسمها ايه دي قطر، لا هم نفسهم اللي هم الاخوان، الاخوان بيسموهم ايه الارشاد، مكتب الارشاد. مكتب ايوه، ما حضرتك يعني معلش، ما انا برضو اتعاملت معاهم. اتعاملت معاهم. هم عرضوا عليا منصب كبير ايام ما جم، عرضوا على سيادتك. انا كنت رئيس البنك الاهلي. وعرضوا عليا ابقى نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصاديه. وقعدت مع رئيس الوزراء وقتها. وطبعا هشام قنديل وقتها. ووجدت انهم مش فاهمين اي حاجه، مش فاهمين ولا حاجه، مش فاهمين اي حاجه، فرفضت. رفضت طبعا. لان انا طلب مني اكتب له تصور على الاصلاح. ايوه، كتبت ورقه بخط ايدي 20 ورقه. فكلم المحافظ قال له ايه ده ايه ده، انا مش فاهم حاجه خالص. ده انا ما اقدرش اعمل الكلام ده. فلقيتهم لا، هم مش فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه. فنرجع للصندوق. انا سبت البنك وقعدت في البيت. انا من الزهق مداري ناس. لا، انا رحنا في البرلمان في لجنه الخطه والموازنه، وجابوا واحد اسمه حسين حسان بيتكلم على الاستثمار وبتاع والمليارات هتيجي، ولقيت كلام دجل. دجل دجل في البرلمان، كلام دجالين، دجل في لجنه الخطه والموازنه. قلت لهم ايه الكلام الفاضي ده؟ انا طلعت يوميها قلت البلد دي راحت. والله يا استاذ احمد، احنا بس عايزين نفتكر احنا فين وكنا احنا فين. فين وكنا. انا بتكلم كراجل مهني فني. لا، وحضرتك عشت يعني اهو. عشت. خرجت من البرلمان، البلد دي راحت. قلت البلد راحت، الناس دي مش فاهمه. قلت له يا سياده المحافظ، انا همشي اقعد في البيت، انا مش هقدر اشتغل مع الناس دي. انا ما اقدرش. ورفضت كل وعملوا تغييرات في البنك المركزي. ساعدت في حدوث الكارثه. بعد كده هم اللي تدخلوا. ايوه طبعا، هم اللي غيروا. ايوه. امال ايه؟ امال احنا المصيبه اللي حصلت لنا في 2015 و16 بسبب ايه؟ بسبب ما بسببه. مش هم سبب الاخوان. ايوه، ما هم عملوا تغييرات في البنك المركزي. بسبب السياسه اللي فضلوا يصرفوا. أيوة. الاحتياطي لما فضل فيه 800 مليون دولار، صح؟ كان عندنا كام قبل ما يجوا؟ لا انا مش تقريبا، انا مش فاكر طبعا. في جزء كبير اتصرف بعد 2011. ايوه، كان مفروض ان برنامج الصندوق ده مهم ينقذ الوضع. وجم في اخر لحظه رفضوا، مع انه كان برنامج سهل وما فيهوش اي حاجه، لان حضرتك عارف الامريكان كانوا مدعمينهم جامد. وموصين الصندوق عليهم جامد. يعني كان لا يرقى للبرنامج اللي احنا عملناه في صعوبته. ومع ذلك هم ما قدروش يعملوه. كانوا طالبين كام من الصندوق وقت حكمهم؟ كانوا رايحين بكام؟ مش فاكر. انا ما كنتش في المركزي نفسه وقتها. بس مش فاكر بالظبط. بس عايز اقول لحضرتك يعني رايحين عشان عايزين فلوس.